الخوت السلام عليكم اليوم جبت لكم الجديد على واحد الفضيحة السياسية وأمنية خايبة بزاف كانت وقعت تقريبا قبل شي عام أو عامين بلاش نفكركم بعدا هذا واحد ود الفشوش بوه رئيس جماعة في الرماني ووجه سياسي معروف في حزب البام كان ارتكب حادثة سير خطيرة بالسيارة ديال الجماعة واللي ما عندوش الحق باش يهزها نهائيا هو الوحيد اللي عاطيه القانون باش يستعملها هو بوه لا غيره بحكم ان السياره مشريه من جيوب دافعه الضرائب وحتى المازوط او المصاريف ديال الميكانيك ديالها كلها يخلصها الشعب من جيب ولكن ولد الفشوش ولد الرئيس هز الطوموبيل وخرج بها ودار بها قصيده خايبه ما عرفناش واش هو اللي كان عاطيه الضوء الاخضر باش يستعملها وكيقول ليه غير هزه اوليدي هذه غير ديال شعيبه زعما ديال الشعب اللي مقلوب عليه البراده او هو اللي كان كيهزها بلا خبار ولا شوارب المهم حنا ما عارفينش اللي عارفين هو انه من اللي دار هذه الحادثه شي دركي تواطؤ مع الاب اللي كان خايف من تطورات هذه الفضيحه وخايف على ولده بعد باعتبار هو الوحيد اللي مسؤول على استعمال السياره ديال الجماعه وماشي الابن ديال هاد الدركي اللي للاسف الشديد رغم انهم مؤدي القصر نادو كيزوروا في المحاضر وحيدوا الابن بعدوه خرجوه من هذا المسطره وحطوا الاب وكتبوا في المحضر بانه هو اللي كان سايق السياره وهو اللي دار الحادثه وماشي ولده هاد المحضر جاو شهود زور ربما حتى هما مخلصين وصدقوا على اقوال الاب رئيس الجماعه وعلى المحضر سيناو فيه ديال ضابط الدرك الملكي واللي من بينهم يعني شهود الزور موظفين في هيئه دوليه وواحد الفلاح من المعارف ديالو وغيرهم وغيرهم ومن بعد ما انكشفات هاد الفضيحه ووصلت الاخبار للناس الكبار جات لجنه من الفرقه الوطنيه للدرك الملكي وباشرات الابحاث اللازمه قبل ما يتم قبل ما يتم القاء القبض على الجميع والايداع ديالهم في السجن بمن فيهم الدركيين اللي تورطوا وهم من او برتب مختلفه تخيلوا معايا دابا سياره رئيس الجماعه ديال حزب الله اللي من المفروض تكون مخصصه فقط الخدمه الصالح العام ديال الساكنه كيجي كي ولد الرئيس وكيهزها وكانها سايبه وكان السياره ديال بوه او أنها سياره خاصه به هو هذه هي السيبه والا فلا قبل ما يوصل الخبر للسلطات ويتحول الامر لكارثه كبيره ناض الاب اللي عنده سلطه ونفوذ كبير في المنطقه باعتباره رئيس جماعه سابقا دابا راه ما بقاش هو وجه،, وجه سياسي معروف مشى مباشره لمقر الدرك الملكي ودار خطه كامله باش ينقذ ولده من العقاب ويتجنب هو الفضايح اللي ممكن ينطح به في خانه الفضيحه السياسيه هذا الاب كانت عنده خبره كبيره في التلاعب بالقوانين بحيث اصر على تقديم نفسه على انه هو اللي كان كيسوق السياره وقت الحادثه وماشي ولده وهنا بدا مسلسل التزوير من محضر الدرك الملكي للشهود اللي تم استدعائهم باش ياكدوا اقواله وكلهم وافقوا باش يوقعوا على تصريحات غير حقيقيه ياكدوا فيها على ان الاب هو اللي كان كيسوق السياره تصوروا معايا شهود زور من ضمنهم موظفين وفلاحين من نفس المنطقه ومواطنين عاديين كانوا كلهم مستعدين باش يبيعوا الضمير ديالهم لاسباب دنيويه محضه او لمصالح شخصيه فقط هذا التزوير الممنهج كان بتواطئ واضح مع الدركيين اللي كان خاصهم يكونوا حومات القانون ولكن كما كان كنقول الفلوس كيديروا كي المستحيل ويقدروا يفتحوا لي كباب في البحر بحيث قروا كاملين باش يشاركوا في هذه الجريمه ويساهموا في تزوير المحضر بدل ما يلتزموا بالواجب ديالهم والضمير المهني الفضيحه كانت من العيار الثقيل الى درجه انها جذبات انتباه القيادات العليا في البلاد وجاء امر مباشر من الوكيل العام للملك الفرقه الوطنيه للدرك الملكي واللي بدات واحد التحقيق معمق ومكثف في الملابسات ديال هذه الفضيحه مع الحرص التام على كشف كل صغيره وكبيره باش باش يتم التوصل للحقيقه الكامله في هذا الملف من بعد البحث والتقصي الدقيق اللي دارته الفرقه الوطنيه ديال الدرك جابوا تحقيق فيه معطيات كتفضح التلاعب الكبير اللي صار في هذا دي المحضر ديال العاديه القضيه اوصلات لوحد درجه من الوضوح والشفافيه اللي خلات المحكمه تفتح الملف بكل حزم وتصدر احكام صارمه في حق المتورطين غير هذا الاسبوع غرفه الجناية الابتدائيه ديال محكمه الاستئناف في الرباط نزلات عليهم كاملين بلا عقوبات بصرامه كبيره باش يكونوا عبره لكل من كيعول على منصبه او على نفوذ باه او نفوذ العائله باش يتهرب ويفلت من القانون بحيث حكم على دراكي برتبه مساعد بامين ديال الحبس 18 شهر يعني عام ونص نافذه في حين الزميل ديالو وهو بيروتوباس رقيب اول خدا نفس العقوبه حتى هو وحتى واحد الدركي اخر اللي كان بيروتوباس رقيب خدا عام ديال الحبس النافذ والباقي موقوف التنفيذ وهكذا هذا الاخير غادر السجن من بعد ما كمل عام في الحبس هذه الاحكام تم استئنافها وصدرات قرارات تعيد لكن الامور ما وقفتش هنا فرئيس الجماعه السابق والوجه السياسي البارز في حزب لبام فرماني حتى هو خدا عام ونص من الحبس النافذ والقضيه ماشي فقط تزوير او حادثه سير بل فيها رسائل سياسيه قويه كتعكس استغلال بعض الاشخاص للنفوذ والمكانه السياسيه ديالهم باش يتهربوا من المسائلة القانونيه ولد الرئيس اللي من المفروض يكون بحاله بحال اي أيوة الناس بحال اي مواطن عادي كيلقى راسو فوق القانون بفضل اب مشى باش يستغل النفوذ والمعارف من اجل التزوير وهنا كيبان كيفاش المناصب كتخلي البعض يستعمل النفوذ ديالو بطرق غير قانونيه او شرعيه وهذا الشيء كيدخل في اطار عدم احترام القانون واللي خاصه يتواجه بكل صرامه وحزم هذه القضيه ديال ود الفشوش في الرمان ماشي غير مساله حادثه سير وتزوير محضر هذه قضيه كتفضح كيفاش الناس او بعض الناس ماشي كلشي يشوفوا القانون بحال شي لعبه كيستعملوا السلطه والنفوذ ديالهم باش يتفادو المسؤوليه ويهربوا من العقاب ولد رئيس الجماعه اللي كان عنده فرصه باش يتعلم من المسؤوليه ويتربى على احترام القانون لقى نفسه فوق القانون بفضل ابوه اللي دار المستحيل باش يحميه وينقذه من السجن هنا كنشوفوا مشكل اكبر اللي هو كيفاش كيبدا كي الفساد من الاسره ومن الاشخاص اللي المفروض يكونوا قدوه وكيكبر يعني الفساد حتى كيوصل كي وين في المجتمع كله الناس في هذه المنطقه وفي المغرب كامل كيتسائل كيفاش ممكن نتيقوا دابا في المؤسسات ونحسو بالامان إلى إيه كان حتى اللي كان خاصو يحمي القانون كيتورط في التزوير والتلاعب ولكن من حسن الحظ كاين قضاء عادل ونزيه واش ولد الرئيس ولا شي واحد عنده نفوذ خاص يكون عنده الحق باش يفلت من العقاب فقط حيت عنده خالته في العرس القضيه ديال ود في, في الرمواني خاصها تكون رساله وعبره لكل واحد يسخر السلطه ديالو في الحماقات وحاله استيقاظ لينا كاملين من الدهشه على انه إذا بقى هذا النوع ديال التلاعب والتواضع غادي الثقه في القانون وفي الناس اللي كيمثلوا القانون وفي الناس اللي كيمثلونا حنا كمجتمع مغربي وملي المحكمه حاكمات الاب والدركيين كتقول لينا وللجميع بصريح اللفظ والعباره القانون فوق الجميع ويجب ان يبقى كذلك واللي سولت ليه نفسه باش يلعب راه المصير ديالو غادي يكون معروف القضيه ديال التزوير اللي تواطؤوا فيها شهود زور والدركيين هي اكبر دليل لان الفساد يقدر يوصل ويتغلغل في اي سلطه خصوصا السلطه اللي من المفروض تكون عندها مصداقيه امام المواطن هاد الشهود اللي حضروا باش يقولوا بان الريس هو اللي كان سايق السياره وماشي ولده تبين من خلال الابحاث ديال الفرقه الوطنيه للدرك الملكي بانهم ناس مستعدين باش يبيعوا ضميرهم وكرامتهم ويشهدوا بالزور مقابل مصالح محدده او بسبب الولاءات اللي كيدخلوا اللي كيدخلوهم او كتدخلهم في الشرك ديال العلاقات السياسيه الا كان هذا الشخص اللي عنده سلطه ونفوذ وحاول يتلاعب بالقانون لهاد الدرجه ولكن حصل وتشد هو واللي معاه شحال من واحد دابا حاليا كيستغل النفوذ ديالو باش يدير بحالو وشنو هو مصير المواطن البسيط الدرويش اللي, اللي كيحترم كي القانون وملي كيدير كي ابسط زله حتى واحد ما كيرحمه وكيشوف لأن حقه مهدور مع سلطه خاصه تكون كتحميه كيفاش غادي نقدروا نرجعوا الثقه ديال المواطن يعني في المؤسسات إذا كان كيشوف كي الناس بحال هادو كيتجاوزوا كل القوانين وكانها ما مكتوباش او حتى إذا كانت مكتوبه كتبقى فقط عباره لا حبر على ورق خلاصه هذه الفضيحه او الاستنتاجات التي يمكن لينا نستافدوها منها وهي هذه الخلاصه ديال هاد الفضيحه اللي طاحت فيها جماعه الرمان وهي ان المجتمع المغربي كله محتاج باش يشوف العداله كتوصل للجميع وكتطبق على الكل بلا ما يكون اي فرق بين المواطن البسيط او ود الفشوش اللي يقدر يستغل العلاقات والنفوذ ديال او المعارف ديالو القضيه ديال الرماني خاصها تكون عبره لكل مسؤول كيبغي كي يتلاعب بالقانون ويستغل المنصب ديالو وخاصنا نوقفوا كاملين امام كل محاوله ديال الفساد والتلاعب في المؤسسات اللي كتمثل الدوله والهيبه ديالها حيت الى بقى الوضع على ما هو عليه وبقينا كنشوفوا هاد الجرائم او هاد الاختلالات كتوقع غنوليو دائما كنعانيو مع تكرار بحال هاد الحالات في مناطق اخرى ماشي غير الرماني ولكن في اي مدينه اخرى وغنوصلوا لواحد المرحله اللي غادي يولي فيها المواطن العادي والبسيط كيزيد كي يفقد الثقه بشكل نهائي في الناس اللي خاصهم يكونوا خدامين على مصالحه ويضمنوا حقوقه استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والى موضوع اخر باذن المولى عز وجل وتحياتي لكم جميعا قضية جديدة مع محمد البودالي على قناة كلاش تي في قضية جديدة قضية جديدة مع محمد البودالي على قناة كلاش تي في